طيب عندنا حاجة جميلة يمكن أنا كمان قبل ما أشارككم بيها لازم أحكي لكم، إنه أنا شخصيا ما كنتش متابعة قوي، وده تقصير مني، لكن في مهرجان محترم جدا اسمه مهرجان الأمل. ومهرجان الأمل ده بيقام يبقى كمنصة لكل الإبداعات اللي بتقدم لمناقشة قضايا ذوي القدرات الخاصة. اللي عايز أعرفه كتير قوي عن المهرجان، لكن كمان السنة دي حصلت مشاركات مهمة من مصريين وحصدوا جوائز وتكريمات، أحدهم كانت ديانا وصفي الشاعرة من ذوي القدرات الخاصة اللي عندها مهارات كتيرة جدا إلى جانب الشعر، عندها أعمال ورقية صوتية مذيعة كمان بتقدم أكتر من برنامج. لكن النهاردة ديانا معانا على التليفون ومحتاجين نعرف منها أكتر، أولا عن التكريم في مهرجان الأمل في روما، وثانيا لازم تشرحي لنا أكتر عن المهرجان. أهلا بيكي ديانا. أهلا بيكي يا دكتورة، وشكرا لاستضافة حضرتك ليا. وأنا بس قبل ما نتكلم عن أي حاجة عايزة أقول لحضرتك، بس إحنا يعني يا ريتنا نخلينا ذوي الهمم افضل، يمكن يكون الموضوع افضل. طبعا هو مش تعديلا لحضرتك، بس الفكره ان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا نطور من مفردات الناس. هو ذوي القدرات الخاصه، ذوي الهمم، وايضا احيانا بعض الناس تقول لنا، بعض الناس تقول لنا لا عادي انك تقول لي ذوي الاحتياجات الخاصه، انت بتفضلي ايه فيهم؟ بصي، في الحقيقة يا دكتورة أنا شايفة إن إحنا كلنا بشر وكلنا عندنا مشكلات، وزي ما ديانا عندها مشكلات أكيد دكتورة دينا عندها مشكلات، أكيد دين وصوت عندهم مشكلات. فإحنا مش هينفع نصنف مشكلة يعني مش هينفع نصنف مشاكل الناس ونديلها تصنيف خاص. ففي الحقيقة يعني أنا كديانا أنا بفضل إن إحنا نتعامل مع الموضوع على إنه هو شكل بشري لمشكلات موجودة عند ناس كتير، يعني كل الناس عندها مشكلات. أما بالنسبة لمهرجان الأمل، فمهرجان الأمل هو مهرجان سينمائي كان موجود في روما من يوم 27 كان الافتتاح، وأنا كنت بشارك في الافتتاح باعتباري شاعرة. وحصلت على جائزة شيرين أبو عقلة الصحفية لذوي الهمم. عن إيه المنتج بتاعك اللي قدمتيه حصلتي عليه عن الجائزة؟ المنتج بتاعي هو إن أنا يعني في مجال الإذاعة والأدب. مدام جائزة الصحفية طبعا الشهيدة شيرين أبو عقلة، يبقى أنت في مجال الصحافة يعني. تمام. يعني الصحافة وفي نفس الوقت كمان الشعر والإذاعة. فأنا كان المنتج بتاعي قصيدة اسمها من أكون، وهي كانت بتتكلم عن الأمل وعن إن إحنا لازم يكون عندنا نظرة داخلية للإنسان، مش لازم نبص له أبدا على إنه طويل أو قصير أو قاعد على كرسي أو ماسك عصاية أو whatever يعني. عايزة تشاركينا بجزء مما تكتبين يا أستاذة ديانا؟ احنا متشوقين لده. يعني حضرتك تحبي تسمعي القصيدة بتاعة المهرجان؟ طبعا. ترى من أنا وماذا أريد؟ أأنا عصفور يشدو من الوجد بلحن شريد؟ بين أحي من ألم وخيالي حلم في الآفاق بعيد، أم أني عصفور زاده الأمل غذاؤه الفرح وإن قيدوه بألف قيد، وإن تحدوا بسمته العذراء، وإن تحدوا بسمته العذراء، وإن ألقوه في واد ناء مظلم وحيد، ليس به سوى وجوه شاحبة وقلوب مغلقة طواها الزمن العتيد، زمن وقف عند بدء التاريخ سكنه البشر تحت أضلاله سعيد، كأنهم جاوروا النجوم، كأنهم أنا ما بحفظش للأسف يعني. شكرا يا ديانا، أنا بشكرك. شكرا الباقي أنا اللي بشكر حضرتك جدا، نورتينا ووصلتنا رسائل كتير جدا منك، من مواهبك المتعددة
فكرة أن يكون في منتج يسوق للأمل لكل الناس فعلا زي ما شاعرة ديانا شاركتنا، دي حاجة تحترم جدا. ألف مبروك لك يا ديانا. شاعرة ديانا وصفي كانت معانا، الجائزة بتكريم أو الفائزة بتكريم من مهرجان الأمل في روما.